السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هاد النهار ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الحلقه مهمه لكل مربي ارانب، اللي هي كيفيه خطام صغار الارانب. اي كيف ما كان النوع ديالهم، يعني بلدي ولا رومي ولا يعني كروازي، بحال هذا الشكل هذا اللي عندي انا، راهم كروازي، راهم ماشي بلديين، ماشي روميين. كاين اللي غادي يصحابوا باللي هادو راهم روميين، لان الشكل ديالهم بحال بابيون، ولكن هادو راهم يعني كروازيين، يعني باهم هو هذا، انتما هذا بابيون، يعني الاصلي ديال بابيون، وزوجته هذه الام ديالو، ما هي زوجته مع ام بلديه. خرجوا لنا هاد الارانب تبارك الله اللي هما كروازيين. كيفاش دابا غادي نفطموهم، وكيفاش غادي نتعاملوا معاهم في الايام الاولى؟ بالنسبه الام ديالهم، راني يعني لقحتها في النهار الاول اللي تولدوا فيهم، قيت التاريخ وحسبت لها. دابا راه قريبه تولد، هادو دابا عندهم تقريبا شهر قل شي حاجه، ولكن دابا راني حاولت انني نفطمهم على امهم. هي امهم دابا راه باغا تولد، راه بدات كتدخل يعني كتبني العش. كيفاش غادي نتعاملوا معاهم؟ اولا من الصغر ديالهم حاولوا انكم تعودوهم على واحد النوع من الماكله، يعني علف، يعني ماشي من لا بنبقى تعطيهم واحد العلف ومنين يكبروا صافي دغيا تعطيهم واحد العلف اخر، مثلا من الاخضر، مثلا تعطيهم اليابس، من اليابس تعطيهم الاخضر وتزربوا عليهم. حنا كما كنقولوا لا، حاولوا انكم يعني تعودوهم على واحد الاكل. ثاني حاجه، ممكن انكم منين تكونوا حاسبين الانثى، يعني مثلا عندها هي كتولد على شهر، مثلا كاين اللي كتولد على 33 يوم 32 يوم. اما الفطام، الحديث عن الفطام قبل ما هي يعني غتكونوا مدونين التاريخ، قبل ما دير هي في الحقيقه البلديه كتكون يعني كتولد على اقل من 30 يوم، يعني على حسب التجربه ديالي ممكن ان تولد على اقل من شهر، يعني ماشي بحال الروميه كتولد على 33 يوم 32 يوم. المهم هذا موضوع اخر. نهضروا دابا على الفطام. الفطام يعني هي قبل ما نتوما يعني الانثى ديال البلديه، انا عندي كتولد على 28 يوم 29 يوم. انا ملي قيت لها التاريخ حيدت اولادها عليها قبل بثلاث ايام، ولكن هاد الثلاث ايام كانت قامت تعاملوا معها بالتدريج. كيفاش هاد التدريج؟ ممكن اننا النهار الاول يعني نخرجوهم هنايا اما في الكاج بوحديتهم، وفي الليل نردوهم لها باش ترضعهم، وكنبقاو نراقبوا. منين تشوفوا ان الارانب صافي ولاو ما كيرضعوش، يعني ولاو غير انت كتديهم يعني على والو، يعني غير كتديهم كتوصلهم ولكن ما كيرضعوش، اشنو غادي دير؟ غتبقى مراقب. منين تشوف باللي صافي ما بقاوش كيرضعوا، ديك الساعه غادي تولي دير لهم واحد الكرطونه باش يباتوا فيها. واخا هنايا الكاج راه ممكن انه يباتوا فيه وراه مظلل، ولكن في الليل هما مولفين بالحضن ديال الام ديالهم، لان الام ديالهم كديرهم تحت منها باش كدفيهم. هذا هو دابا مربط الفرس ديال هذه الحلقه. يعني ممكن تستعنوا بكرطونه بحال هذه، كرطونه كما كانت عاديه، وتقبوها من واحد الجانب. هيا هنايا انا نحيدها لكم، كرطونه طلبوها من عند بائع ديال ايا كان، يعني تقبوها من واحد الجهه وتخليهم يبقاو يدخلوا، وتحفروا لها غير من واحد الجهه هكا وتخليهم يبقاو يدخلوا هكا ويتخباو فيها هنايا. هادشي في الليل، يعني في الليل، لان الارانب الصغار ما كيكونوش يستحملوا البرد بحال الارانب البالغين، يعني نقولوا اللي بالغ. الكرطونه ما غاديش تخدموها بزاف، يعني خدموها غير في الايام الاولى بما هما يتعودوا على الجو والبلاصه يعني ديالهم، يعني الكاج يبقاو يشموا فيه ويرتاحوا له. دير لهم علافات خاصين بهم، بحال دابا هاد العلافات هادو، انا راني سديت عليهم هاد العلافات كما كتشوفوا، انا نوريكم انتما، راني داير واحد الخشبات هنايا باش ما يبقاوش يدخلوا العلافات.
إذن كما قلت لكم ما يبقاش يدخلوا هاد العلافات هادو ديال الخاصين بالكبار، حاولوا دير لهم علافات صغار بحال هاد الشكل هذا. الكرتونه اللي قلت لكم عليها حاولوا انكم يعني تخدموها غير في الاسبوع الاول مثلا صافي، باش يعاوتاني هما يتعودوا على الجو ديال الجو البارد، الجو المعقول اللي ممكن انهم، لان ديك الساعه الشعر كيكون كبر لهم صافي، ممكن انهم يستحملوا البرد فوقاش تولي تحيدوا عليهم الكرتونه صافي، يكونوا يعني مزيانين وتحسوا بهم صافي، بداو كياكلوا شهر ونصف، شهر ونصف صافي كيولي قادر انه يعتني بنفسه راسه، ياكل راسه، قضيه ديال الماء حاولوا كما قلت لكم ديروا فيه بيكربونات الصوديوم، وديروا حتى الخل على حساب، شوفوا انا راني عطيهم اي حاجه كنعطيها لهم، لان هادو ماشي محسوبين روميين، راه محسوبين كروازيين، يعني محسوبين بحالهم بحال البلدي، البلدي كياكل اي حاجه كتعطيه، مسكين كياكل كلش. بحال الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بزر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.